هذا السؤال غريب. يقول الله يهديه السائل أنه مع أذان المغرب وصائم يفطر على التدخين، قل هل هذا جائز؟ يعني هاي ذكرني بمن يقول هل يجوز شرب الخمر بالشمال؟ تسأل عن شرب الشمال ولا باليمين والخمر نفسه حرام. هذا السائل أن يسأل عن أنه يدخن على الإفطار، الدخان نفسه حرام. يعني لو قلت لك نعم يجوز أو لا يجوز يعني ممكن تسخر مني. تدخن نفسه خبيث حرام، مضر للصحة، مضر للمال، مضر لللباس، مضر للجو، مضر لجليسك، مضر لزوجتك، لأولادك. هذا خبيث، ربنا جل وعلا حلل الطيبات وحرم على الخبائث. هذه نفسك أمانة بين جنبيك. يعني الآن العلم تطور، انظر إلى رئة المدخن، إلى أسنانه، إلى رائحته، مفاسده كثيرة. فعلى المسلم أن يتقي الله ويترك التدخين. فإذا هذا السؤال غير وارد أنه يفطر على التدخين، نقول لا، بل اترك التدخين. لا نقول إيش يفطر على التدخين، التدخين حرام، يعني افطرت عليه أو لم تفطر عليه، مع السحور مع الفطور كله حرام لأنه خبيث. والله جل وعلا يقول يسألونك ماذا أحل لهم، قل الطيبات. ويقول الله عز وجل في وصفه للنبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا خبيث بإجماع العقلاء، عافانا الله وإياكم، والله أعلم.